We have said earlier that there are three methods of translation. قلنا كو ثلاث طرق للترجمة word for word translation. This method we find equivalents for words in the sentence we want to translate. فقط نجي نلقى مكافآت للكلمات without paying attention to the grammar of the target language. وما ننطي اهتمام واعتبار لقواعد اللغة اللي قاعد نترجم إليها. Literal translation, we translate the meaning fully. We fully translate the meaning of the original sentence. عندنا جملة نترجم معناها بشكل كامل. We take context into consideration. ناخذ السياق نظر اعتبار شنو معاني الكلمة بالسياق. We also take into consideration the grammar, the word order of the target language. وأيضا ناخذ نظر الاعتبار نحو ترتيب الكلمات باللغة اللي قاعد نترجم إليها. The third type, نوع الثالث is free translation, ترجمة الحرة. We translate what we understand. We may not stick to the meanings or the equivalents of the original words. ما نرتبط نزم روحنا بترجمة الكلمات داخل الجملة أو لا نترجم فقط المعنى اللي نفهمه من الجملة. Look at the following sentences. بعوا هاي الجمل. The main aim of the translator is to transfer the meaning. عندك انت معنى وتيجي تنقله، تفهم المعنى وتنقله بشكل صحيح. The man، عندنا جملة هنا طويلة. It's a complex sentence، جملة معقدة. The man، الرجل، هو الذي paid me. Now pay، كلمة فعل pay معناها يدفع، لكن تجي مع بعض الأوقات paid me a visit معناها زارني. Last week when I was away was an old friend of mine. وين الفعل الرئيسي؟ جملة was. The man was an old friend of mine. وعندنا بعد عبارات relative clauses. Who paid me a visit last week. وعندنا عبارة when I was away. شو نرتبها باللغة العربية؟ الرجل الذي زارني الأسبوع الماضي عندما كنت مسافرا كان صديقا قديما. طبعا مو معناها الترجمة تلتزم بهاي الترجمة فقط، لا، تقدم كلمة تأخرها، أهم شيء تتحافظ على نحو اللغة وعلى معنى الجملة. أي صيغة ترتب بها الكلمات بترجمتك صحيحة إذا كانت تنقل المعنى بشكل صحيح وإذا كانت ما تخالف قواعد اللغة العربية. Tourism هنا معناها السياحة. Is greatly affected. شوف is affected هنا عندنا passive voice مبني المجهول، هي تتأثر مو تأثر، affect يؤثر، لكن is affected by the current events in the world. باللغة العربية نقدر نبدأ بالفعل، نقدر لا خلي بعدين الفعل. عادة احنا نبدأ بالفعل. تتأثر السياحة بشكل كبير بالأحداث الجارية في العالم. تتأثر السياحة بشكل كبير بالأحداث الجارية في العالم. شوف شلون رتبناها، عندك الإنجليزي passive voice، شلون رتبناها باللغة العربية؟ ما استخدمنا المبني المجهول. تتأثر السياحة بشكل كبير بالأحداث الجارية في العالم. I met Mr. Johnson yesterday. طبعا مثل ما قلت سابقا مو شرط نفس ترجمتي بالضبط، اهم شيء تنقل المعنى حتى لو انت تغير تستخدم مكافآت مختلفه ترتيب الكلمات في الجمله، اهم شيء المعنى تحافظ عليه بشكل صحيح ونحو اللغه اللي قاعد تترجم اليها. I met Mr. Johnson yesterday. التقيت، ماكو داعي اني اقول انا، فقط التقيت هو الفاعل يكون هنا أنا مستتر. التقيت السيد جونسون امس. شوف هنا مستر شلون ترجمناها، السيد جونسون امس. You should do your best to get high marks. You should هنا should عندنا إلزام. عليك أن تبذل قصارى جهدك لتحصل على درجات عالية. نقدر نحطها بصيغة مختلفة. يجب عليك أن تعمل بجد مثلا. To do your best. أهم شيء تنقل هذا المعنى بجملة صحيحة. حتى لو اختلفت الكلمات ترتيبها بداخل معناها جملتك صحيحة إذا تنقل هذا المعنى اللي أنا قاعد أذكره هنا. I've read a lot of books. لقد قرأت كثيرا من الكتب. لقد قرأت الكثير من الكتب. شوف نستخدم كلمة لقد العربي للتحقيق. I've read هنا عندنا مضارع تام. عندنا باللغة الإنجليزية مضارع تام الأحداث لها تأثير على الوقت الحاضر. أوقات أنا ما أعرف أفعال ما أعرف وقتها بشكل محدد. عبرنا عن هاي الفكرة بكلمة لقد. My father may come late. قد يتأخر أبي في الحضور. قد يحضر أبي متأخرا. هاي الفكرة الأساسية شلون تعبر عنها كلها صحيحة.
My friend was stung by a bee yesterday. شوف هنا sting عندنا يلسع. Was stung هنا مبني المجهول passive voice. شلون اعبر عنه by a bee؟ والفاعل موجود باللغة الإنجليزية. In English they use passive voice even if the subject is none or the doer is none. هذا الفاعل، فاعل الفعل هو معروف، لكن مع ذلك يستخدموا passive voice. بالعربي الوضع مختلف، ما نستخدم مبني المجهول إذا نعرف الفاعل، ولا تكون العبارة ركيكة لغويا. My friend was stung by a bee yesterday. ما أقول أن لسع صديقي من قبل نحلة، هاي مو عربية صحيحة، تنقل المعنى، لكن عربي باللغة العربية إحنا ما نستخدم المبني المجهول إذا نعرف الفاعل، يختلف عن اللغة الإنجليزية. لسعت صديقي نحلة أمس، شلون غيرناها حتى يكون تركيبها لغة عربية صحيحة. I was deceived، خدعت. I was deceived، خدعت. I was deceived. This is passive voice. هاي جملة بيها مبني للمجهول. Was deceived. شوف شلون ترجمناها. هي الجملة بالإنجليزي تتكون من اثنين ثلاث كلمات. The English sentence. The original sentence contains three words. I was deceived. In Arabic. خدعت. جملة كاملة. كلمة واحدة. Haste make waste. Haste معناها سرعة زايدة. العجلة. Make waste. Waste معناها خسارة. نقدر نقول عجلة تسبب الخسارة. العجلة تنتج الخسارة. بالعجلة الندامة، بالعجلة الندامة وبالتأني السلامة، العجلة من الشيطان. I may translate it literally or freely. It's up to the translator. ترجع للمترجم شلون يترجمها. Freely بشكل حر or literally أو حرفيا. The dice is cast. Dice معناها النرد، زار. Cast cast يلقي. Is cast هي من مجهول. يلقى النرد، يلقى النرد. Sometimes it is used literally. بعض المرات نصوص معينة نستخدمها literally، فعلا زار يلقى هذا معناه. But sometimes it's used idiomatically. بعض المرات نستخدمها كمثل باللغة الإنجليزية، يستخدموها هم كمثل. So it depends on context. يعتمد على السياق. You don't have context. ما عندكم هنا سياق. ما عطتكم جملة ضمن الناس حتى تعرفون بالضبط هل هي استخدامها حرفي، يعني الكاتب بالأصل يقصد بها فعلا زار، فعلا نرد ويلقى، لو يقصد بيها استخدام اصطلاحي بمعنى انتهى الأمر، انتهى الأمر، قضي الأمر، فات الأوان، هذا المقصود بيها. So it's up to you. You don't have context. ما عندك سياق. ما أعطيتك نص. So it's up to you to translate it literally or freely. أنت كيفك شلون ترجمها. كلها تعتبر صحة. تقول يلقى النرد، سبق السيف العذل، قضي الأمر، فات الأوان. إذا انقلت هذا المعنى، المعنى الاصطلاحي أو المعنى الحرفي بالحالتين أنت صحيح. But sometimes if this sentence is used in a certain text، لكن إذا مستخدمة بنص معين، so you have to choose one of these meanings: the literal meaning or the idiomatic meaning. شوفوا أنت بالنص شلون مستخدم الكاتب، مستخدمة اصطلاحيا يقصد بها قضي الأمر، فات الأوان، سبق سيف العدل، أو يقصد بها يلقى النرد، فعلا أكو نرد وقاعد يلقى. It depends on the context. يعتمد على السياق.